وإحقاق العدالة الكاملة مطلباً لكل لبناني وحقاً بديهياً، خصوصاً لمن أصابته الخسارة في الصميم، أهالي الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشهور. لقد سبق والتزمت أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه. واليوم أكرر التزامي وأؤكد أن لا أحد فوق سقف القانون مهما على شأنه. Let justice go وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات حتى تبيان الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة. السيدات والسادة، بعد مضي عام على فاجعة الرابع من آب 2020، لا تزال التداعيات المدمرة تنعكس على جميع المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية، فتفاقم بذلك الأزمات التي تعصف بوطننا. إن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته، معدل غير مسبوق للفقر، جائحة كوفيد 19، نقص حاد في الأدوية، ناهيك عن العبء الثقيل للنزوح السوري، والحصار المفروض حولنا والذي يحرم لبنان من مداه الحيوي وإلى ما هنالك. لذا لم يعد بإمكانه لبنان انتظار الحلول الإقليمية ولا الكبرى، وهو لا شك أن لبنان بحاجة إلى كل مساعدة ومساندة ودعم من المجتمع الدولي بعد تحديد الاحتياجات والأولويات، بشكل خاص مساعدات إنسانية واجتماعية وصحية بشعبنا بأمس الحاجة إليها، مساعدات تساهم في استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وخاصة ضمن في قطاع الصحة وفي صيانة البنى التحتية للمياه والكهرباء. أيضا مساعدات تؤكد وتؤمن احتياجات جيشنا وقوانا الأمنية. كذلك فإن إعادة التشغيل الكامل لمرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، هو ضرورة ملحة وأولوية أساسية بالنسبة لنا، وكل عمل دولي مرحب به وكل جهد دولي في هذا الإطار. أيها السيدات والسادة، لقد غرقت البلاد لأشهر عديدة في أزمة سياسية طغت فيها للأسف تفاصيل التشكيل على البرنامج، أي المشروع الإنقاذي للحكومة. اليوم نحن في مرحلة جديدة وأمل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتحضير أيضا للانتخابات النيابية المقبلة، بالتوازي مع بناء الثقة مع شركائنا الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي. ولابد هنا من التأكيد
أن المبلغ العائد لحقوق السحب الخاصة والذي سيستفيد منه لبنان من الصندوق في أيلول المقبل يجب استعماله بتأنٍ وتوظيفه بأفضل طريقة لمواجهة الانهيار وبدء الإصلاحات. إنني مؤمن بأن إجراءات التدقيق الجنائي في الحسابات العامة ضرورية وإلزامية، وقد عاهدت اللبنانيين على المضي قدما بها مهما كانت العراقيل، ونحن ننتظر نتائج هذا التدقيق في حسابات المصرف المركزي، ونحن نتمسك به لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات. أيها الحضور الكريم، باسمي وباسم الشعب اللبناني أود أن أشكر التضامن الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات بالنسبة لدعمها والمساعدات التي أرسلت لنا على مدى العام المنصرم. وأود اليوم أن أجدد الشكر اليوم لمنظمي هذا المؤتمر الذي أرادوه في لفتة معبرة وتنظيم هذا المؤتمر متزامنا مع الذكرى السنوية لانفجار المرفأ. الشكر أيضا للصديق الرئيس إيمانويل ماكرون ولأمين عام الأمم.